نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي مسابقة القرآن الكريم، والتي داب أن ينظمها في كل سنة في شهر رمضان المبارك. شارك في هذه المسابقة ما يقارب 350 مشارك، شملت جميع أجزاء القرآن الكريم من جزء وجزئين وعشرة أجزاء وحفظ القرآن الكريم كامل. ينظم النادي هذه المسابقة من حرصه على الشباب ودعمه لهم لحفظ القرآن الكريم والمحافظة على ديننا الحنيف. طبعا النادي داب على هذه المشاركة بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه. طبعا هذه المسابقة تعطي زخم كبير للمشاركة فيها ودعم الأجيال الصغيرة وتكريم حفظة القرآن الكريم، وأيضا المشايخ الذين اختبروا هؤلاء الأجيال نحن ندعمهم، والله إن شاء الله يحفظهم ويجزاكم الله خير وكل من شارك وتابع لهذه المسابقة.